بسم الله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به يعني 16 فالمومون أوليان كيلي رابروش دي ديو واعتصموا به أي بالله فسيدخلهم يعني في القريب العاجل في الدنيا قبل الآخرة فيدخلهم في رحمة منه وهم يرحمون ومن لا يرحم لا يرحم. وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام بالمؤمن رؤوف رحيم. يعني احنا كما تقول نسعى في رحمة الله وفضله ونحن من الشاكرين حقا لفضل الله وألائه فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما ويعطينا لفوا كي نومان غير لليا ديريكت كي نومان على لا على قريمون ديفا. يعني وصلنا إلى مرضات المولى. نعود إن شاء الله في حلقة أخرى بفضله تعالى.